لو حتكلم عن معاناة تهامة، واسميت اللوحة تهامة تحت النار. رسمت منظر من تهامة وكانت خلفيته عبارة عن ألوان. هذه اللوحة مرسومة بفن الجرافيك، الرسم بالإبرة، وتم تنفيذها أثناء المعرض، معرض مأساة وصمود. هذه لوحتي ما اسمها مأساة في وطني، وهي عبارة عن الجوع، الخوف، الموت والمرض بنفس الوقت. جسدت ثلاث حالات الموجودة عندنا حاليا في اليمن، وعبارة عن السلسلة عبارة عن الحصار الموجود، واليد يد المناضل اللي يحاول يفك الحصار من الوضع الحاصل في بلادنا. المشروع طبعا يهدف إلى إيصال الفن التشكيلي في ظل المعاناة في الحرب الدائرة في اليمن. طبعا احنا جمعنا 25 فنان تشكيلي وتشكيلية بفئات عمرية مختلفة. تخللها طبعا المشروع كان عبارة عن ورشة عمل استمرت شهرين، نفذوا فيها رسوماتهم، لوحتهم الذي بنشوفها هنا في المعرض. الانتاج كانت 102 لوحة، طرقت لعدة مواضيع من ضمنها المعاناة الإنسانية، معاناة الرعاية الصحية في ظل الحصار والوضع الراهن. ولما هنالك من أهمية للفن التشكيلي وإيصال الرسالة، قمنا بعمل المعرض هذا على أساس أنه يوصل رسالة الفنان التشكيلي والشعب اليمني للعالم. لا تشوف 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 لا تشوف